في فيديو النهارده انا هعمل قصايد زي لعبه الدوري الانجليزي عشان انتوا عارفين انا عندي اصابه الرباط الصليبي فمحتاج ان انا اعمل قصايد. صراحه مبسوط وقلقان، مبسوط ان انا ان شاء الله لو طلعت نتيجه كويسه هقدر ان انزل ملعب بشكل كويس، لكن لو ما طلعتش كويسه هضطر ان انا اقعد فتره عشان ااهل بشكل كويس عشان لو لا قدر الله نزلت ما يجراليش حاجه. فجاهزين تعملوا قصايد ولا ايه؟ يعني انا مش جاهز الصراحه، فيلا بينا. ازيك يا دكتور امير؟ ازيك يا محمود؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. النهارده هنعمل ايه كده؟ اشرح لنا او ايه اللي هيحصل النهارده عامه؟ انت دلوقتي جاي من اصابه، احنا التستات اللي احنا هنعملها دي هنشوف مدى احنا واخدين فين، فتره التاهيل بتاعتنا، هننزل الملعب امتى، هل الدنيا هتبقى تمام معانا ولا لا. يلا يا دكتور ماشي، يلا بينا نشوف ايش هو ده. احنا بنقيس بيه قوه العضلات الاماميه والخلفيه بتاعتها ونشوف البالانس بين وبين الرجل الثانيه. لو انت مصاب طبيعي هنقارن بالرجل السليمه. خلينا عشان كده بنقول ان هو مهم جدا ان احنا نعمله للعيبه في بدايه السيزون عشان يبقى عندنا ليهم موجودة عندنا، فلو حصل إصابة ليهم خلال السيزون فنقدر نرجع للداتا بتاعتهم دي، لأن دي هي هتبقى البيز بتاعتنا. أنا هطلع بإيه من الجهاز الأيزوكاينيتك ده؟ هناخد منه قوة العضلات الأمامية والخلفية. بس طبعا قبل ما نبدأ الشغل على الجهاز إحنا لازم نسخن الأول. خش نسخن؟ يس. محتاجين بس نسخن عضلاتنا كويس قوي عشان يبقى نقدر نشتغل بشكل كويس وما يحصلش أي مشكلة عندنا على رجلينا. ربنا يستر. خفيفة، احنا بنعمل بس اكتيفيشن. والله يا جماعة كبرتوا الموضوع صح؟ اول اختبار هيبقى 15 عدة. قبل ما نبدأ التست في حاجة لازم نعملها، اللي احنا بنشيل الجرافيتي. اول حاجة هنرفع رجلينا لفوق، اول ما اقول لك خلاص احنا بدأنا التست هتفرد بقوة وتتني بقوة. في هاند جنبك، يلا بينا. ها بدأنا، يلا ها اجمل، ها حلو، ها كويس، هي خفيفه عجمك كمان شويه وانت بتفرد، افرد بقوه احسن. ها احسن، كمان 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 كمان. اظن وشي بيعبر، انا حاسس بايه؟ لا ده اللي جاي اصعب شويه. اول ما اقول لك خلاص احنا بدانا انت هتفرد برضو بقوه وهتنزل بقوه. جاهز؟ اجمل. ها لا لا اطلع اخر الرنج وانزل لاخر الرنج، اجمل شويه، انزل لاخر الرنج، كويس كويس كويس، انزل لاخر الرنج، اتني لاخر الرنج. ها كمان كمان كمان، ها ريح. دي مميتة شوية، رخمة. وجي الدور على رجلي المصاب، دي الأقوى اللي جاية صح؟ يس. هنعمل 5 عدات. جاهز؟ يلا بينا. أجمد. ها وأنت طالع ونازل بقوة، بقوة أجمد شوية وأنت نازل بقوة. ها كمان كمان كمان، ها يلا 6 أحسن. ها أجمد شوية وأنت نازل، ها برافو أحسن. ها 10، ها أجمد، ها برافو برافو برافو. كمان كمان، ها 14، كمل ما توقفش غير لما أقول لك. كمان كمان، ريح. ودي كانت النتيجة. الخلفيات الفرق بينهم 3%، اتس اوكي، يعني كده الفرق بين الخلفيات حلو قوي. انت عندك مشكلة في الأمامية اليمين، إن هي فرق 21%. طبعًا أنت كده كده أنت رجلك قلت لك الدومينانت بتاعتك عندك الشمال، فمحتاجين على الأقل نشتغل كمان نزود 10% هنا. بس أنت مشكلتك كلها في التحمل، مش في مش في القوة. بس زي ما قلنا محتاجين في القوة هنركز على الأمامية اليمين، وفي التحمل هنحتاج نركز على الأمامية الإيه؟ الأمامية الشمال، اللي فيها المشكلة والخلفيتين. اللي في النص هنا في الدايره الخضراء دي، انا هنا كده ان انا البالانس بتاعي كويس. كل ما ببدا اخرج من الدايره الخضراء دي وادخل في الصفرة انا البالانس بتاعي كده مش كويس. هنعمل دلوقتي على الرجل الشمال. ماشي كويس كويس، هو يعني فيري بيرفكت قوي. الشمال اقل شويه من اليمين لوجيك، يعني عشان هي اللي اوريدي فيها المشكله. مش عارف كنت بضحك على ايه الصراحه. ده جهاز اسمه تي ام جي، او بمعنى اللي هو اسمه تنسومايوجراف. انا هستفيد بده ايه؟ انا بعرف من الكلام دوت بعد القياس ده هي العضله دي محتاجه ايه، هل هي محتاجه ان انا اعمل لها اكتيفيشن، او هي اوريدي محتاجه ان انا اقويها، محتاجه سترينث، ولا هي اصلا العضله دي اوفر اكتيف قوي محتاجه ان انا اهدي التون بتاعها. ده جهاز اسمه في اوتومات. احنا هنا بنقيس اقصى نسبه اكسجين بنستخدمها اثناء التمرين. احنا هنا المفروض ده 7 ستيج لمده 21 دقيقه. كل ستيج هي تقريبا بتبقى 3 دقائق، بتبدا تقريبا تجري من بعد الدقيقه 3. نبدا نركز بقى السلم.
نورين. انت فاكره ماسك عادي كانك بتجري على اعلى جبل ومفيش اكسجين، الاكسجين اللي بتجيلك قليله جدا. لسه مخلص القياسات، الموضوع مش احسن حاجه طبعا، بس هي دي فايده القياسات، ان هي بتعرفني انا ناقصني ايه ومحتاج اشتغل على ايه. فالموضوع ان شاء الله مش هياخد وقت كبير، هحاول اشتغل على نفسي الفتره اللي جايه عشان نقدر ننزل الملعب احسن باذن الله. بعد 15 يوم. ازيك يا دكتور يوسف؟ ايه الاخبار؟ كله كويس؟ بص يا باشا، احنا عامه هنعمل قياسات النهارده معتمد على الباور شويه في الجمبات وتغيير الاتجاه حاجه بسيطه عشان بس يدينا مقياس مقارنه الرجل اليمين بالشمال طبعا، عشان نحاول نقلل ان احنا يحصل لنا بعد الشهر طبعا ريتير او اصابه تاني. وطبعا النواقص اللي بنطلع بيها النهارده دي تشتغل عليها وتطلعها عشان تبقى ان شاء الله يعني قريب من كمال في التاهيل بتاعك ان شاء الله. ان شاء الله ماشي، يلا بينا دكتور حبيبي. حلو، بعد كده هتقف على رجل واحده اللي هي السليمه، يلا بينا. ماشي، واحده كمان. حلو ماشي كده، بس كده اعلى حاجه في الشمال 19 سم، خلاص يبقى 20 19. فرق الفورس بسيط قوي، نقدر نقول انت معدي 90% وداخل امان. المهم بالنسبه لنا الاسيمتري بين الاثنين، واحنا اتفقنا ان لما تعودت عليهم هما الاثنين طلعت ارقام قريبة من بعض قوي تفوق ال 90%، فانت كده في السيف سايد انك تنزل. هنعمل تيست اخير بقى، يلا بينا. اقف على اليمين جوه بره، حلو قوي. اقف على الشمال، يلا بينا. انا مشت رجلك على طول طبعا، الوقت الاقل يعني الافضل. لو اديتك برسنتج فرق 8% في 8% ده ولا حاجه يعني، ده بيديك الوقت اللي انت قدرت تثبت فيه. ده يخص تغيير اتجاه يا دكتور ولا امتى احس ان لا في مشكله مثلا؟ لما تلاقي الفروقات كبرت 20%، تلاقي دي بطيئه ودي سريعه. والله في كل تيست في فروقات بس بسيطه. ده طبيعي عامه، الناس كلها عندها فروقات. عاشل معايا يا ابني. انا هيجي لي اصابه تقريبا. دروب جامب دي بتقيس عشان تقدر تطلع جامب عالي، ان انت المفروض الكونتاكت تايم يبقى قليل على قد ما تقدر، تطلع فورس اعلى مكان. ده حاجه كويسه جدا يعني، انت معدي 98%. الوقت اللي انت خدته كان 0.78، فده طبعا رقم عظيم يعني، مفيش اي اختلافات بين اليمين والشمال الحمد لله، والجامب بتاعك كان حلو. ايوه كده حلو، بس باقي الحاجات دي يعني القياسات دي اللي هو الباور اللي طلع منك 53 مثلا 47، ده باين لنا يا دكتور، ده باين لك الباور بتاعك. المراحل الاخيره خالص اللي انت تشوف انت المفروض هتنزل على اساسها ولا لا. بس وقف هنا. هنا طبعا الديستانس كانت مش وحشه خالص، كانت كويسه ان انت نطيت قدام، ولما نزلت ركبتك ما خدتش اي مشكله خالص. فانا بالنسبه لي الكواليتي زي الفل، احنا بنتكلم في كواليتي الجامب زي الفل. تمام، ممكن بس انت ما نطيتش بالعرض كفايه في ديفا، بس كل ده تمام يعني. عشان حبيبي يا دكتور، اللهم لك الحمد. انا دلوقتي بقيت جاهز ان انزل ملعب، من كام شهر زي ما انت شفت كنت بعكاز وما كنتش قادر اتمرن، بس الحمد لله قدرت ارجع تاني وعملنا القياسات، ودلوقتي الدكتور قال لي انت جاهز انك تنزل بشكل كويس وبامان. فانتظروا فيديوهات قويه جدا الفتره اللي جايه. اهم حاجه بس ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. لسه الرحله ما انتهتش. سلام.